والأصل الخلع لابد أن نعرف بس بعض الأشياء أن الخلع يعتبر فسخ ولا يعتبر طلاق ولا يعتبر إيش؟ ولا يعتبر طلاق، لا يعد من الطلقات الثلاث، لو خالعته فلا يعتبر طلقة من الزوج. والخلع يحصل بأي لفظ إذا كان مقابل عوض، إذا كان مقابل عوض الانفصال بينهما مقابل عوض فهو خلع، فهو خلع. بعض أهل العلم يقول حتى ولو وجد معه لفظ طلاق فلا يعتبر إلا خلعا، فلا يعتبر إلا خلعا لأن فيه العوض، لأن فيه العوض. نعم، بالتالي ما دام أنه ليس بطلاق فهو يجوز في حال الحيض، فهو يجوز في حال الطهر الذي جمعها، فيجوز في أي حال، واضح ولا لا؟ وإذا اعتبرناه فسخا فليس له إلا إيش؟ إلا استبراء بحيضة واحدة فقط، استبراء بحيضة واحدة فقط، وليس إيش؟ استبراء بالعدة المعروفة للطلاق. نعم.